اشكر كمان شركة ديزني العالمية اللي ساعدتنا واحنا بنجهز الحلقة دي عشان معانا مينا ان هي ادتنا حقوق كتير من المشاهد اللي احنا بنعرضها والاغاني. ثانك يو ديزني. مينا، اللي انا فاهماه ان انت قعدت تتدرب كتير جدا عشان فيلم علاء الدين ده. تتدرب ايه بقى؟ بتتدرب تمثيل ولا غنى ولا ايه؟ لا، التمثيل ده انا ما كنتش يعني ما كنتش قلقان، عشان دي كانت حاجة انا بقالي بعملها حوالي قبل علاء الدين، كنت بعملها سنين طويلة يعني. بس بغني طبعا، ما كانتش حاجة انا متعود عليها. طبعا عملنا شوية وانا في جامعة التمثيل، بس طبعا كنت بلعب حديد عشان كنت لازم جسمي يتحسن جيم. شوية فالجيم وطبعا الرقص و بصوا لا جامد، لا جامده